رح ننتقل فرح لعالم الصورة والازدحام الكبير في القنوات التلفزيونية وتصدر اليوتيوب القوائم الكبيرة لمحط الاهتمام والمتابعة، ولكن لا زال لصوت الأثير إيقاعه الخاص على مسامعنا. فرغم تصدر زمن الصورة، إلا أن الصوت هو ما يرسمه الخيال أثره الخاص عند المستمع. واليوم ضمن مساحتنا الصباحية للدراما الإذاعية ووقعها الخاص، كيف فينا أن نحقق الاستمرارية والاستمرار، وأيضا أبرز ما يقدم لتطوير الدراما الإذاعية، تساؤلات وغيرها رح نجاوب عليها أكيد مع ضيفنا المميز لليوم الأستاذ باسل يوسف، رئيس دائرة التمثيل الإذاعي. أهلا وسهلا أهلا فيك. سعد صباحكم وإن شاء الله صباحنا غير معكم. أهلا يسعد صباحك أستاذ، سعد أهلا صباحك. وسهلا فيك عن جديد. اليوم المهمة والعبء كتير كبير، عم نحكي عن زخم بالفضائيات، عم نحكي عن قنوات حتى بمواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة واللي كل الناس عم تلجأ لها، لكن اليوم الدراما الإذاعية كيف بتوصف وضعها لليوم بهذا الزخم اللي عم نحكي فيه؟ هلا ما زالت الدراما الإذاعية بتحظى على اهتمام شريحة كبيرة من الناس، كل شيء، وهي الإذاعة لسه محط اهتمام الناس وفي مستمعين للإذاعة، فبالتالي إنه الدراما الإذاعية أيضا إلى مستمعينا من خلال الإذاعة. ممكن نوصف إنه تراجع دور الإذاعة بشكل عام، لكن بعوامل جذب معينة ومن الدراما الإذاعية بترجع بتستعيد الإذاعة مكانتها. فيعني كل الإذاعات بتطمح إنه مثلا تحط وتبث على أثيرها دراما إذاعية، لأنه المستمع بشكل عام، مستمعنا السوري بشكل خاص، وقت بيسمع حتوتة درامية بأصوات ممثلين هو بيحبهم من واقعنا، بترصد بشكل مباشر كل مشاكلنا، كل همومنا، كل أحداثنا اللي عم نتعرض لها بالفترة الأخيرة، فبيصير عنده هذا التوق دائم إنه يتابع. نعم. فأنا بعرف كثير من الناس بنصادفهم بيقول لي أنا أول ما بسمع 5 دقائق ما بعود فيني أترك مثلا لتنتهي الحلقة أو شيء. بالتالي هي يمكن اللي مثل ما تفضلتي بالبداية، هذا العالم التخيل، يعني وقت المستمع بيرسم صورة لحاله صحيح. بيقدر يعني بيحس بمتعة خاصة، بيقدر يعني بيستمر بالحالة للأخير. ما عم نقول إنه التلفزيون هي منافس له أو دراما التلفزيونية أبدا، لكن الدراما التلفزيونية أو التلفزيون بيأطر صورة معينة، بيحطنا ضمن كادر معين، ما بيعود بيسرح الخيال كتير، بيرسمها شخص اللي هو المخرج التلفزيوني. بينما الدراما الإذاعية والمخرج الإذاعي قادر إنه هو يترك الحرية لخيال المستمع لحتى يرسم صورة بتلائمه، يرسم أبطال بتلائمهم بشخوصهم، وبالتالي يمكن بيضل إلى سحر الخاص. أكيد مين ما بتذكر حكم العدالة ومين ما بيسرح خياله كل نهار ثلاثة كنا ننطر حكم العدالة أكيد، وغيره من الدراما الإذاعية. الدراما الإذاعية خلينا نقول إنه هي بتفرض مسؤولية، هيك مسؤولية الأشخاص اللي عم يقدموها للمتلقي، يعني في جهد كبير عم يقوم فيه الممثل غير التلفزيون، ممكن التلفزيون من خلال حركات وإيماءات معينة يوصل فكرة، ولكن الصوت وعروبات الصوت مانا بالأمر السهل. خلينا نحكي قديش في مسؤولية وقديش بده يكون متمكن صحيح. من الأداء. هلا هي الدراما الإذاعية نحن بنقول عنها دائما انه هي بتحمل روح مخرج، بتحمل نبض كلمات كاتب، بجسد احساس ممثل عالي. يعني هي المعادله الثلاثيه بدها تخلق حاله من السحر، خليني اسميها. ممثليننا ما زالوا يعني النجوم الصف الاول واللي بتخرجوا جديد من المعهد العالي ما زالوا شغوفين انه يترددوا على الدراما الاذاعيه ويقدموا دراما اذاعيه، لانه بيحسوا انه هي مدرسه. نحن بالدراما الاذاعيه منقول فن عتيق متجدد، يعني هذا الفن اللي عمره 70 سنة، يمكن هي لأنها سبقت الصورة ووجدت بفترة كانت الفرق المسرحية هي السائدة مثلا، إنه كفن عم تشق طريقة بصعوبة، حتى اجت الدراما الإذاعية كوسيلة لحتى توصل لكل بيت. نحن عم نحاول إنه تضل الدراما الإذاعية توصل لكل بيت، لكل متلقي. هذا الجهاز يعني سهولة امتلاك جهاز الراديو ونحطه وين ما كان،
نحمله معنا بالسيارة بالبيت أحيانا على جهاز الموبايل. يعني هاي الآلية بتساهم إنه بتساعدنا إنه نحن نضل نقدم دراما إذاعية تصل لكل الناس. ما زال الدراما الإذاعية اللي عم تفضلي تقولي مثلا حكم العدالة اللي كانت الناس تضبط توقيت ساعتهم على يوم الثلاثاء وما زال إلى الآن. إحنا هلأ عم نقدم حوالي 1650 حلقة من هذا البرنامج صحيح. الشهير التوعوي المتجدد، زائد أنه في كثير من البرامج اللي ما زالت هي بأذهان الناس. أنا رح أذكر حادثة صغيرة، كنا من غير اليوم عم نكون بواجب عزاء بقريبة اللي بتخص أحد زملائنا، فوقت عم عزي لأبنه أو قال لي بالحرف الواحد مباشرة، قال لي هذا أول تنين ما بتسمع فيه محكمة الضمير. يعني تخيلي، هو متعود عنده طقس انه الدراما الاذاعيه كانت تقعد وتحط جهاز الراديو وتقعد تحط فنجان القهوه وتسمع هذا البرامج. فانا وقت لسه عم عزي انا مو ببالي الموضوع كله، قال لي تخيل استاذه، هي اول تنين هي ما بتسمع فيه محكمه الضمير. فقصدي ما زال في شريحه واسعه من الناس مهتمه لحتى تسمع الدراما الاذاعيه، تواكب الدراما الاذاعيه. يمكن نحن سهوله نقل الحدث ايضا، مواكبه الحدث بالدراما التلفزيونية، وقت بدهم يصوروا حدث أو كذا ممكن تأخذ أشهر للإعداد نص وتصويره وبسه، لكن نحن ممكن خلال 48 ساعة نحن نعمل تمثيلية درامية إذاعية بمشاركة نجوم الصف الأول، من بدءا من الاستكتاب النص وحتى البث خلال 3 أيام. وعملنا هاي الحادثة يعني كتير خلال السنوات الماضية، حتى واكبنا كل الأحداث السياسية، كل الأحداث الاجتماعية، كل الحملات اللي ممكن نحن إعلامنا مثلا لحتى يكتمل المشهد الإعلامي نقدمه، واكبنا بدورنا بتقديم تمثيليات درامية إذاعية. يعني سالي اليوم عم نحكي أنه لسه في شريحة كتير واسعة من الناس لسه عندها الراديو هو طقس مقدس، لسه في برامج معينة لازم نحن نسمع بهذا الوقت. اليوم شريحة الشباب ممكن تكون بعدها عندها هذا الاهتمام وهذا الشغف وتنطر بهي الساعة المعينة، قد يمكن هذا الشيء يكون مسؤولية عليكم باختيار الأصوات والمادة لحتى يكون نسيج متكامل. هلأ بما يخص الشباب أو حتى الأطفال، يعني من المفترض نحن نتوجه بالنسبة لهم بشيء معين، بمادة معينة تجذبهم. هلأ أنا بقول أنه يعني نحن بنعرف يمكن من أولادنا أنه هن بجوز ما يسمعوا دراما إذاعية أو ما يتابعوا راديو حتى مثلا أو شيء، لكن مسؤوليتنا نحن نوصل لهم. طب هي شو القنوات اللي ممكن مثل ما تفضلتي اليوتيوب ولا المواقع الإلكترونية تلاقي فيه أو موضة مثلا معينة لسمع شيء معين، أو هي أسهل شيء موجودة يعني بإيده التليفون بيقلب خلص وصل بده. لذلك نحن حاليا نحن خلال بداية 2018 توجهنا لتحميل الدراما الإذاعية على المواقع الإلكترونية، وبلشنا بموقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كل إنتاجنا الدرامي الإذاعي محمل على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومنقوم بترويج له عبر صفحة خاصة بالدراما الإذاعية، لأنه مثل ما بتعرفي هلأ يمكن أحيانا إذا بدنا نتابع حدث معين مندور على مواقع التواصل وعلى صفحات الفيسبوك وكل هيك. ولذلك أنه نحن ليش ما نستغل بشكل إيجابي هاي الآلية لحتى نوصل الدراما الإذاعية لكل متلقي، ومنه فئة الشباب. للشباب خصيصا مثلا هلأ أنا بستمزج آراء الخريجي المعهد العالي مثلا، ومنحاول نستقطبهم لحتى يشتغلوا دراما إذاعية، لحتى ينورونا بالأفكار. يمكن فروق الأجيال ما بين جيل وجيل بيخلي المواضيع تختلف، بالتالي أنه في هلأ كتاب شباب. نحن خلال السنتين الماضيين استقطبنا كتاب شباب، عملنا برنامج خاص مثلا للشباب اسمه مثلا شباب دوز، ويبث على إذاعة صوت الشباب أيضا، واهتم بكل المشاكل اللي بتعترض، يعني مشاكل حتى الاجتماعية ولا الدراسية ولا الجامعية ولا فرص العمل ولا هي المشاكل اللي يعني فئة الشباب مشغولة فيها حاليا. عم نحاول نعمل لهم فصحى معينة لحتى نضوي على هي المشاكل. الأطفال أيضا يعني يمكن هلا عندنا برنامج وحيد موجه للطفل، لانه صعب حاليا انه نحن نقدر يعني نقدم دراما يسمعها الطفل مثلا، لكن بطريقه او باخرى برنامج الاطفال موجه للاسره. يعني انا لما اللي بتوجه للاسره ككل، كأم او جدي او اب او حتى مجتمع او مدرسه، يعني ممكن ساعتها ياخذ من هذا البرنامج افكار ويطبقها على اطفالهم بالمنازل. هي اذا ما يعني اذا افترضنا انه الطفل ما بيسمع دراما اذاعيه.
نعم أستاذ باسل، رح نرجع للحديث معك، ولكن رح ننتقل لاستطلاع أجرته زميلتنا سمر معمو وأخذت الآراء حول الموضوع اللي عم نحكي فيه وأثر الدراما الإذاعية. رح نتابع هذا الشيء ونرجع لضيفنا. هلا برامج ما في، بس اللي زاد فرح شام فيم اكثر شيء هي بسمع. والله كل برامج حلوه بتطلع، برامج تبع الاستاذ عمر عبور تبع الاذاعه والناس بحل مشاكل كثير، بحكي عن قصص. برنامج الصباحي جود مورنينج مع عماد. قبل انا زمان كنت اسمع جورج غرام، كان نجمه الليل للفنانه اماني الحكيم، وكان في برنامج تاني مالي ذاكرة اسمه، هو له علاقة باللغة العربية، كلمات منسية من اللغة العربية، دنيا الكلام. ما كتير يعني أغاني بس. كان في برنامج على فيوز اف ام كأنه للشاب بيطلع هيك يعني مع بيحكي مع الناس هيك ايه كأنه شو مشان. ماني حافظ برامج معينة بس انه حسب الإذاعة يعني. كافيين وشوكولات الصبح بظن أكتر شيء معلق براسي. أكتر شيء برامج الخدمات، لانه بحس انه بتنغنش بقلبي هيك شيء شغله. المختار على المدينه كان في واحد قديم بس كان يطلع على شام اف ام، كان كيف حالهم حبايبنا، كان بيطلع فيه سلام ابراهيم. البرنامج اللي بحب اسمعه على الراديو حكم العداله. يعني استاذ اليوم عم نشوف انه وجهات نظر او اراء خلينا نقول مختلفه، الشيء المميز الشرائح العمريه المختلفه يلي بعدهم يمكن حافظين اسم برنامج معين هو قديم بعده موجود بذاكرتهم وبعدهم بيحبوا انه يسمعوا، قد ايه هذا الشيء بيثبت اليوم تفوق الاذاعه او حتى البرنامج. يعني هلا من الريبورتاج انه يعني انا باخذ مؤشر انه في سماعه اذاعه، يمكن كان طرح السؤال عن موضوع الاذاعات او البرامج الاذاعيه بشكل عام مو بتخصص الدراما الاذاعيه، بما انه لسه في مستمع للاذاعه وبتابع الاذاعه، فقط عن مثلا الدراما الاذاعيه الى مكان لحتى نحن ما نخسر المستمع في حال قفل نجم قفل صدى الإذاعات مثلا وانتقلت الناس، حتى يمكن التلفزيونات ما عاد كتير انتقلوا لليوتيوب ولا عبر جهاز الموبايل، واجب علينا هلأ نحن نروح لعند المستمع والمتلقي. نعم. عبر تحميل الدراما الإذاعية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هلأ بيطلع مسلسل تلفزيوني مثلا درامي جديد بفوتك سمعه أو مشاهدته مثلا بالأيام حتى الموسم الرمضاني، بيقول لك أنا بكرة بسحبه على اليوتيوب وشوفه كلياته. نحن رح نحاول نوصل لهي المرحلة، نقول لهم أنه إذا فاتك العرض الأول اللي من عبر الإذاعات فيك تسمع لسبب أو لآخر، في البديل، ما زالت الدراما الإذاعية محملة وستحمل على المواقع التواصل الاجتماعي، وهي دعوة يمكن لحتى لتسويق الدراما الإذاعية عبر منصات جديدة، عبر يعني يصير في موقع خاص بالدراما الإذاعية. اللي بيلفت النظر مؤخرا مثلا أنه يمكن المغترب مهتم، يعني هي شريحة المغتربين هي شريحة واسعة وكبيرة، بيصلنا كتير رسائل المغترب مهتم بسمع الدراما الإذاعية، لأنه يمكن هي نوع من الحتوتة بيقدموه لأطفالهم سواء بفئات عمرية شبابية أو طفولية لحتى يتواصلوا مع الوطن، مع الوطن الأم. يعني بيجي كتير من المغتربين بيقول لي أنا حريص أنه قل لهم تعوا بابا اسمعوا هاي النص ساعة مثلا، ياخذوا هاي النص ساعة واسمعوها، بتعطيهم ملخص، بتعطيهم شد معين لموضوع معين لحالة معينة. زائد في نقطة كتير مهمة،
نحن حريصين عليها بالدراما الإذاعية، وهي تقديم الدراما باللغة العربية الفصحى. هذا الموضوع كتير مهم، ويمكن يعني بالسنوات الأخيرة الدراما التلفزيونية قليل ما تقدم شيء باللغة العربية الفصحى. نحن حريصين إنه نحافظ على اللغة الأم، نقدم لغة عربية فصيحة مميزة سليمة 100%، لأنه أيضا بعيدا مو بس المستمع المحلي، المغترب هو حريص انه يسمع اولاده اللي عايشين بالمغترب هي اللغه الجميله. نعم. احنا بنقدم دراما اذاعيه اجتماعيه باللغه العربيه الفصحى وهي مميزه جدا. فرصه نوجه تحيه للدكتور فاروق حيدر اللي بيالف وبيكتب برنامج من الحياه، لغه عربيه فصيحه جيده اجتماعيه، وهذا قليل ما نسمع. بالاضافه للاعمال التاريخيه اللي بنقدمها باللغه العربيه الفصحى، بالاضافه الى الاضاءه على كل شعرائنا، ونحن قادمين على مشروع جديد لنضوي على الشعر العربي القديم. نعم. بتجربه فريده اذاعيا وتلفزيونيا. نعم. وبالتالي نحن بنقول انه ما زال الى مكان، يعني هي السؤال انه اين الدراما الاذاعيه؟ الدراما الاذاعيه موجوده. نعم. الدراما الاذاعيه تصل لشريحه كبيره من الناس. مؤشر كمان هو شغف ممثلينا بمتابعة نشاطهم ضمن الدراما الإذاعية. أكيد. لو ما أنه أنا كتير بسمع بيقولون أنه سمعناكم بهذا البرنامج، عم نتابعكم بهذا البرنامج. صحيح. فهن بتماس مباشر أيضا مع المستمعين، بيقولون هاي الصورة، بيحملونا مسؤولية أنه أعطونا يعني هاي المادة الجيدة، هاي النصوص الجيدة، لأنه إلا وقع عند الناس. أكيد. يمكن خلينا نحكي بالشيء الأقرب إلى الناس. يمكن عملنا نحن الاستطلاع، فالعالم بتنشد للشيء اللي بيلامس مشاكله، بيلامس واقعه، بيلامس همه، وهذا الشيء بيخلي البرامج تتطور، تلامس الواقع أكثر. قديش من خلال هيك بعد فترة الحرب أو خلال فترة الحرب خلينا نحكي قدمنا شيء مختلف عن ما سبق، حاولنا نطور بما يلامس وجع المواطن أو وجع الناس أو الواقع اللي عايشين فيه. هلأ يمكن كنا سابقا نأخذ نصوص جاهزة من الكتاب. تماما. بيصوروا حالات معينة نشتغل عليها أو كذا. يمكن بالفترة الأخيرة خلال السنتين الأخيرات بالتحديد حاولنا نعمل آلية الاستكتاب، يعني انه نشوف نرصد خلينا نقول الشارع وين، الناس شو بتحب، شو نحن بحاجة، شو المقولة اللي بدنا نقدمها من خلال الإعلام، ونعمل شيء خاص. فلذلك ومثل ما حكينا تنوع الدراما الإذاعية وسهولة الإنتاج بخلينا انه نقدم كل المواضيع. بنقدم الاجتماعي، التاريخي، السياسي، بنقدم المشهد الحالي بالبلد، بنقدم الناحية الاقتصادية مثلا، مثل ما يمكن كنا عم نحكي بالأف عن الموضوع الدولار وغلاء الأسعار وارتفاعه. الدراما لها دور بالإضاءة على هي الآلية. بالإضافة أنه نحن مثلا ضمن الحملات اللي بتكون فيها مؤسسات الدولة أو الوزارات، مثلا مؤخرا في حملة ترشيد الطاقة، نحن في ضخ باتجاه مثلا تقديم أفكار لترشيد الطاقة، وما بنقول له للناس انه طفوا ابدا، بنقول لهم اشعلوا الاضويه، اشعلوا الكهرباء، بس استفيدوا منها بحدود القصوى وضمن الامكانيات بعيدا عن الهدر. يعني احنا عم نضوي انه وين في هدر من بعد عن الهدر. صحيح. اما يعني بعيدا عن هي الطريقه المباشره طبعا، انه طفي او انه ما تستخدم او كذا. لذلك يمكن حتى وقت المواطن بيسمع بصوت ممثلين هو بيحبهم، هي التعليمات ممكن تعلق بذهنه أكثر أو من خلال أمثلة حياتية. بالتالي ما فينا نقول أنه الدور الدراما انتهى أو ممكن أنه يكون إلى أفول أو كذا، أبدا. مستمر، متجدد، خاضع للتطوير بشكل دائم. يعني دايما في أفكار جديدة قادرين نطور من خلالها هاي الدراما الإذاعية، سواء بالإمكانيات الفنية، سواء بإمكانيات الممثل اللي أنا برأيي أنه مع احترامنا لكل الصناع الأوائل، لكن أيضا تقنيات الممثل انصقلت خلال السنوات الماضية، وصار في ممثل عم ياخذ من خبرة الأوائل اللي ما زالوا أيضا محافظين على استمرارية عطائهم للدراما الإذاعية. وبالإضافة وهو الأهم هو دعم، خليني أقول، الدولة لهذا القطاع، دعم وزارة الإعلام للدراما الإذاعية. ما منكم أبداً لولا دعم وزارة الإعلام. نعم. والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون للدراما الإذاعية، لأنه هي تنتج فقط، هي منتج محلي ينتج فقط في قطاع الدولة. يعني أكيد. ما في قطاع خاص دخل على الدراما الإذاعية حالياً.
هذا الموضوع كلياته بيحملنا المسؤوليه، بيخلينا نقدم افكار جديده، بيخلينا نقدم الدراما معاصره، خلينا نقول معاصره للناس. بنوعد الناس اكيد بالفترات القادمه انه الانتاج يلامس الهموم اكثر، يوصل لهم، لا تدوروا علينا، نحن رح ندور عليكم نجي لعندكم، يصل لكل الناس عبر التقنيات الجديده. دعوة لنقول انه الدراما الاذاعيه محمله عبر موقع الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. تابعونا، تابعوا اخبارنا عبر صفحه على الفيسبوك باسم الدراما الاذاعيه، عبر قنواتنا المحليه صوت الشباب، البرنامج العام اذاعه دمشق واذاعه سوريانا، والاذاعات المحليه السته المنتشره بالمحافظات. يعني حاليا الدراما الاذاعيه تبث بعشر اذاعات محليه ضمن تابعه للهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. نعم اكيد بدنا نشكرك كل الشكر استاذ باسل، وشكرا لكل شخص موجود ضمن هذا المكان يلي بيحمل ذاكره سوريه حقيقيه، دراما الاذاعيه وصناع دراما الاذاعيه فردا فردا، شكرا لهم، بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، شكرا للاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك.